إنما ينزل بالعباد من بعض المكروهات كالأمراض والأوبئة، إنما هي بإذن الله تعالى وبقضائه وقدره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وإن تلك المكروهات المقدرة على الإنسان ابتلاء من الله تعالى لعباده، ليبلو أخبارهم فيعلم الصابر منهم من غيره. فعلى العبد حين نزول هذه الأمراض والأوبئة الصبر، وعليه بالرجوع إلى الله تعالى واليقين بأنه لا كاشف لهذا الضر إلا الله عز وجل. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.